النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن اسم الله الأعظم، ما هو اسم الله الأعظم؟ يعني هل هنالك اسم معين هو الاسم الأعظم؟ لا نعلم هذا الاسم. كلمات معينة هي الاسم الأعظم؟ نحن لا نعلمها. عندما يقال إن العابد الفلاني كان يملك الاسم الأعظم، يعني كلمات يقولها، يعني إحنا إذا تعلمنا هذه الكلمات أيضا قلناها يمكن أن نصنع كل شيء. في هذا الحديث يقول النبي كلا، الاسم الأعظم مو كلمات، مو ألفاظ معينة، وإنما هي حالة، الحالة التي يقولها من يتلفظ بأسماء الله تعالى. أي اسم من أسماء الله؟ الله، في دعاء الجوشن تقرأون أن الله تعالى له 1000 اسم من الأسماء، الجوشن الكبير، كلها أسماء الله، الأسماء، الاسم الأعظم، الله، الرحمن، الرحيم، الودود، الغفور. يعني إذا واحد قال يا ودود فقد دعا الله بالاسم الأعظم، ليش ما يستجاب هذا الدعاء؟ لأن تلك الحالة مو موجودة. الإشكال في القابل، هذا القابل لا قابلية له. فقال صلى الله عليه وآله كل اسم من أسماء الله أعظم، جميعها تعتبر الاسم الأعظم، ولكن ففرغ قلبك من كل ما سواه، ليكون في قلبك غير الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان في القلب شيء آخر لا يجتمع الله مع غيره في قلب واحد.